السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تم اعتقال إمام مسجد ديال بالضبط مسجد بداخوس. فالموضوع تم التناول ديالو في العديد من الجرائد الإسبانية، ولكن السبب زعما ما كاينش الديتاي، ما كانش التفاصيل. فعلا الشرطة الإسبانية قال لك يعني تم اعتقال هذا الشخص بسبب أو لا في واحد العملية اللي سموها عملية ضد الجهاديين في جميع أنحاء إسبانيا. كيقولوا بأنهم شبروا 6 ديال الناس آخرين، ولكن بعض الجرائد كيقول لك غادي يشبروا ديك 6 ديال الناس اخرين. غير اللي بغيت نوضح للناس هنايا، راه كل شيء مراقب وكل شيء معروف، غير باش يعني الواحد يكون عارف راسه شنو كيعمل وفين ماشي. الناس ديال هاد اللي كيعرفوا هاد الامام كيقول لك يعني رجل طيب المعامل. كنقول الناس الاسبان اللي ساكنين يعني معاه في الحومه، الناس ديال الحومه ديال البريو ديالو، كيقول لك رجل مزيان، رجل التعامل ديالو تعامل طيب. يعني هما لا ما مصدقينش بانه يعني دخل في هذا الشيء هذا مثلا ديال التطرف او لا الدعوه الى نقولوا ايذاء الناس ولا ايذاء مثلا الدوله اللي عايشين فيها بطبيعه الحال اللي هي اسبانيا. هذا امر غير مقبول تماما بطبيعه الحال. فالناس كيقولوا بانه راجل مزيان، كتدخل للموقع ديال التواصل الاجتماعي ديالو كتجبرو يعني فقي داخل في رابطه المفوضيه الاسلاميه اللي كاين هنايا في اسبانيا. هذه نقطه مهمه بزاف. كيتلاقى سياسيين، يعني الرجل نشيط نشيط، ولكن ماشي نشيط على مخبع، لا نشيط يعني باين مع السياسيين كبار، مع رئيس ديال البرلمان الاسباني، بزاف ديال الامور غادي تشوفوها الا دخلتوا للموقع الرسمي ديالو ولا المواقع ديال التواصل الاجتماعي ديالو، بالخصوص فيسبوك. انا هنا ساكتفي فقط بقراءه الموضوع اللي كاين اللي جا في واحد الجريده والحكم اللي لكم نتوما. ولكن انا كنقول لكم الواحد غير ملي يكون الله يجازيكم بخير كيشوف شي مواقع يعرف راسو فين ماشي، فين كديه ديك المواقع، مع هذا الموقع مع هذا الموقع مع هذا الموقع مع هذا الموقع، باش ما يدخلش في شي حاجات اللي هي ماشي هي هذيك. حنا الحمد لله مسلمين، هذه راه مقتنعين بها ابا عن جد، هذه ما فيها لا نقاش ولا حتى شي حاجه. ولكن لازم يتفادى المواقع اللي بطبيعه الحال يعني كتكون متطرفه بجميع انواعه، التطرف كره القدم ماشي مزيان، التطرف في الدين ماشي مزيان، التطرف اي حاجه اخرى، حتى المغالاه في الوطنيه، راه حتى التطرف في الوطنيه راه ماشي مزيان، لانه يعني الصراحه يؤدي بك الى مسح الاخر تماما وعلى عدم الاعتراف به بطبيعه الحال. هنايا الموضوع خسر لكم هذه الجريده هذه اللي كتقول اعتقال امام مسجد بداخوس في عمليه ضد الجهاديين في جميع انحاء اسبانيا، وهناك 6 معتقلين في مناطق مختلفه من البلاد على حسب ما اكدته المحكمه الوطنيه. وقام العملاء بتفتيش المسجد والمنزل ديال هذا الامام اللي سميتو عادل النجار. الا دخلتوا غتشوفوا عادل النجار، غادي تجبروه مثلا كيهضر على المغرب بزاف، كيهضر حتى على كأس العالم ديال اللي غادي ندمو المغرب واسبانيا والبرتغال بواحد الافتخار زعما الصراحه، يعني ما قالش شي حاجه اللي عليه ماشي هذيك. ولكن كما قلت راه في السر ما كنعرفوش شنو كيقول الواحد ومع من كيتعامل بطبيعه الحال. كيهضر على هذا الشيء اللي وقع الان ما بين فلسطين واسرائيل. الناس كاين اللي دافع عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، واحد السيده قالت راه يعني هو الناس كيسولوا كيقولوا كيف نيه العائله ديالك، فمن تما فهمت انا بانه يعني فلسطيني. المهم كيقول لك جرت العمليه في مناطق مختلفه من البلاد وفي بداخوس. ظهر العملاء هذا الصباح هذا في المسجد في الحي ديال اللي كاين فيه المسجد، واعتقلوا الامام عادل نجار. وقام العملاء بتفتيش المسجد نفسه وكذلك المنزل ديال عادل نجار المعتقل اللي موجود الان في الزنزانه في مقر ديال الشرطه في بداخوس. هنا كيقول لك تم الحفاظ على السريه كامله، يعني ما قالوش السبب، السريه كامله، السريه ديال الملف. لكن المحكمه الوطنيه اكدت لقناه اكستريمادورا يعني القناه ديال ديك الجهه ان هناك 6 معتقلين في مواقع مختلفه في جميع انحاء اسبانيا فيما يتعلق بالجهاد ولا الجهاديه. وفي الساعه القليلات المقبله سيتوجه الامام الى المحكمه، ولا يستبعد ان تتاخر هذه النقله، يعني يمكن هذا يديوه للمحكمة، يمكن يأخروا حتى نهار الجمعة اللي مجا، يعني ماشي الخميس ديال غدا. ويجب أن نتذكر أنه في أكتوبر 2020 تم اعتقال زعيم
المهم هذا خبر ما عندوش علاقة بهذا الخبر هذا ديالنا. انا اللي كنت باغي نوريكم هو الناس شنو كيقولوا عليه، هذاك هو اللي همني انا. طبيعة الحال ما نعرفوا الناس كيقولوا عليه داك الشيء، ولكن من بعد راه كل واحد وندور شنو كيعمل في السر ديالو. بطبيعة الحال بدون ما نقولوا بان السيد هذا صافي راه عامل شي حاجة ماشي هي. في هذا الوقت فترة من الظهر تسود الحياة الطبيعية تماما في المسجد وفي الحي، ولكن هذه المرة هذه ساد الذعر ويروي الجيران ديال اللي ساكن حدا المسجد كيف كان الوضع عند الساعة 7 صباحا عندما دخل يعني بزاف ديال الضباط ديال الشرطة إلى المسجد. الأولين كانوا سريين ما كانوش لابسين عليهم، ثم من بعد دخلوا آخرين، وكان هناك صخب في الشارع وداخل المسجد. الناس كاملين كانوا كيطلوا من ديورهم، كيفتحوا الشراجم كيشوفوا شنو وقع، بحكم أن هاد الحومة حومة ترانكيل اللي يتمكنوا من رؤية كيف تم القبض على الإمام قبل الساعة ديال 9 ديال الصباح. والناس قالوا بأنهم كان من المثير للاستغراب، وخا هنا كيبان الاستعجاب للاستغراب، أن راه هذا السيد هذا الطيب، هنا كيقولوا المرأة الطيبة، ولكن هذا الشخص الطيب مقيد اليدين ومغطى الوجه. هذا الكلام ديال الناس اللي ساكنين في الحومة، الجريدة كنقوله لكم. وفي الحقيقة الجيران في حيرة مما حدث، لأن هذا السيد النجار كما كيقولوا شخص محترم في الحي، مندهشون جدا، فهما كيعرفوا بعضهم البعض، وكيقول لكم ببنفيا يعني كان بامكان يعني هناك التعايش مع هذا السيد هذا، وكيقول لك ما عندنا حتى شي فكره على شنو بالضبط اللي وقع. وفي الشارع اللي قبل البيت ديال الامام فكذلك الناس مستعجبين، لانه كيقول لك شخص رائع، ومن الرائع انك يعني تهضر معاه وتتمشى معاه، يعني كوم ببنفيا هي انا كيقول لك تتماشى، ولكن تعايش، كيقول لك من الرائع ان تتعايش وتتحدث مع السيد. وغادرت الشرطه الموقع الثاني بعد ساعات 11:30 صباحا بعد قيامها بتفتيش المنزل وفي الحانه المجاوره للمدخل ديال الدار ديالو، فكيقول لك لا حديث عن شيء اخر سوى عن هذا الحادث اللي خلاهم يعني نقولوا دقهم دق محلول على هذا الشيء هذا، لانه ما كانوش كيتوقعوا هذا الشيء هذا يخرج من هذا الرجل الا كانت الشيء هذا بصح بطبيعه الحال. فقلق بشان حالته وحالته، حتى الناس هم مقلقين عليه وعلى العائله ديالو، كيقولوا شنو اللي غادي يوقع. لم نراهم يدخلون ولا كيخرجون من البيت النهار كامل بطبيعه الحال. كيقول لك يسلطون الضوء ويخمنون شنو اللي غادي شنو اللي وقع وشنو اللي ممكن يوقع، رغم انهم باقين ماشي متاكدين 100% مش انه كاين، ولكن اللي متاكدين منه هو ان هذا الرجل هذا النجار الان في الزنازين او في الزنزانه في باداخوس. اذا هذا هو الخبر ديال اعتقال الامام اللي هو فلسطيني. في مواقع التواصل الاجتماعيه ديالو ها هو هنايا، فكيبان بانه كيهدار رجل يعني كيتواصل بزاف مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع الصحافه الاسبانيه، وحتى اللغه الاسبانيه ديالو التعاليق اللي كيكتب فهي لغة الصراحة نقية، يعني إسبانية نقية وموزونة مزيان، بل كما قلت لكم هو داخل في المفوضية الإسلامية، هو أحد أعضاء المفوضية الإسلامية هنايا ديال إسبانيا كما عمل في الفيسبوك ديالو بطبيعة الحال. إذا هذا هو الخبر ديال اليوم، شكرا بزاف على حسن المتابعة كما دائما، إلى فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.